كلنا مسؤول. حملة سعودية انطلقت على منصات التواصل للتوعية بفيروس كورونا وسبل مكافحة تفشي. هاشتاج باسم الحملة نشط بشكل واسع ووصل لقوائم الأكثر تداولا. واللافت كان مشاركة العديد من الوزراء والمسؤولين السعوديين بالتغريد عبر الهاشتاج اللي بيدعو الناس لالتزام بيوتهم. نتوقف مع بعض تغريداتهم. ومع انتشار الهاشتاج بدأ كثيرون في نشر مساهماتهم دعما للحملة. فمثلا فريق مسلسل مخرج 7 نشر هذا المقطع كمساهمة منه في الحملة. هلا يبا، هلا. تروح معنا؟ لا 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 لا، عقب كورونا عندي شعارين. الشعار الأول السلام نظر، يعني مصافح خمخمة أنسى. الشعار الثاني البديشن في بيتك إلين الله يفرجها. خير إن شاء الله، خير إن شاء الله. على وين؟ والله يبا زهقنا من قعدة البيت، كلنا نطلع نغير جو. الحكومة ما عطلوكم عشان تهجهجون في الشوارع في السوقة، الحكومة عطلوكم علشان تنثبرون في بيوتكم، علشان تقرون وتقعدون في بيوتكم. هو صادق أخوي، إلا أفرضوا في روحتكم دي اللي أصلاً ما لهمها داعي، دي أصلاً روحها أصلاً. رحتوا مكان عام ولا دخلتوا مطعم ولا دخلتوا بلا ولمستوا شيء ما له داعي، ايش تبي تسوون؟ تبي تنقلون الوباء من الشارع لين البيت؟ نعم. ترضون احنا نتوبى في بيتنا؟ فال الله ولا فالك، فالك ما قبلناه. ايه فال الله ولا فاله. تسمعون كلام الحكومه، تسمعون كلام الحكومه وتنثبرون ببيوتكم. وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل دعا هو أيضا الناس إلى الالتزام ببيوتهم وفي نفس الوقت ما ينسوا ممارسة الرياضة، وبدأ بنفسه حيث نشر فيديو مع هاشتاج بتمرن في البيت. نتابع. مصممون ومتخصصو فنون بصرية ساهموا أيضا في حملة أنت مسؤول بطريقتهم. نتابع.